الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثاني من يوليو لدينا تطورات هامة تطورات على الصعيد السياسي والعسكري تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة ورجاء لا تنسوا الانضمام إلى القناة سنبدأ مباشرة باستهداف القوات الروسية لمطار ميروغراد العسكري في هذه المنطقة في بولتافا بالقرب من الحدود البيلاروسية على بعد 150 كيلومترا انطلقت الضربات الروسيه واستهدفت المطار في هذه المنطقه، قالت القوات الروسيه انه نتيجه لهذه العمليه على هذا المطار تم تدمير خمس طائرات آه يعني بالخدمه اضافه لطائرتين كانتا قيدا الاصلاح، طبعا احبائي آه طبعا هذه الضربه مهمه تم تصويرها من قبل القوات الروسيه، عرضتها على قناه التليجرام يمكنكم الانضمام الى قناه التليجرام. سأضع الرابط في التعليق الأول وتشاهدون فيديو استهداف الطائرات إضافة إلى ذلك هذا المطار هام باعتباره قريبا من الحدود الروسية الأوكرانية طبعا هم بالنسبة لقربه من منطقة بلغوراد وخاركيف حيث يعني يرجح أن الروس تهدف هذه الطائرات كي لا يتم استخدام أي صواريخ أو أسلحة يتم تسليمها من قبل الناتو ويتم تحميله على هذه الطائرات لاستهداف آه طبعا العمق الروسي او المناطق الحدوديه فطبعا يعني تعلمون في الفتره او في الاونه الاخيره كان هناك الكثير من الحديث ان هناك سماحا لاوكرانيا آه باستخدام الاسلحه ضد القوات الروسيه على الاراضي الروسيه والبعض يقول انهم سمحوا فقط باستخدامها في محيط منطقه خاركيف لذلك جرى استهداف هذا المطار بضربه دقيقه مصوره واتمنى من حضراتكم مشاهدتها. على قناه التليجرام اما فيما يتعلق بالخطوط الاماميه وقبل ان توجه الخطوط الاماميه هناك معلومات حول زياره رئيس وزراء المجر الى كييف اليوم ننتظر ان كانت هذه المعلومات صحيحه وسيزور اوكرانيا وما الذي سيتحدث عنه طبعا رئيس وزراء المجر سبق وحذر بشكل شبه يومي ان هناك عمليه عسكريه للناتو قادمه في اوكرانيا وان دولته لن تشارك في هذه العمليه العسكريه لا بالمال لا بالسلاح ولا بإرسال قوات وبالتالي حذر من خطورة الأمر وأن أوروبا دخلت المرحلة الثالثة مرحلة الاشتباك في آونة في وقت سابق كان هناك ثلاثة مراحل التحضير الاستعداد وبدء العملية هناك مرحلة متطورة دخلتها الناتو والاتحاد الأوروبي في عملياتها في أوكرانيا أما الأمر الإضافي الآخر والهام جدا والذي الجميع العالم تنظر إليه هو في حال فوز ترامب الانتخابات الرئاسية الجميع يراهن أنها ستوقف الحرب في أوكرانيا أو في حال تغيرت نتيجة الانتخابات في بعض الدول الأوروبية لذلك أعلن الناتو عن إجراءات جديدة لتقديم الدعم طويل المدى لأوكرانيا في حال فوز ترامب واليمين في أوروبا حسب ما كتبت صحيفة وول ستريت جيرنال إضافة إلى ذلك قالوا أن الناتو سيكون مسؤول عن المساعدة العسكرية وتدريب الجنود وليس فقط الولايات المتحدة وبالتالي إذا الولايات المتحدة مساعداتها او دعمها لهذه الجهود فانها لن تختفي وسيتم ارسال مسؤول مدني رفيع المستوى الى اوكرانيا حيث سيتم انشاء قياده جديده مكونه من 900 فرد عسكري غربي في احدى المناطق في المانيا لتنسيق توريد المعدات العسكريه وتدريب القوات المسلحه الاوكرانيه وسوف يتولون الكثير من المهمه التي نفذها الجيش الامريكي حتى الان. هذا فيما يتعلق بالسياسه كصعيد عام الجميع يحاول أن يتدارك ما يمكن أن قد يحصل كي لا تنهار الجبهة الأوكرانية، إضافة إلى ذلك أوكرانيا تدخل مرحلة التخلف عن سداد ديونها بعد وقت قصير وبالتالي ننتظر كيف سيتم التصرف حيال ذلك، أما فيما يتعلق بالجبهات فعلى الخطوط الأمامية في اتجاه محور دانيتس في قطاع افدييفكا تقدمت القوات الروسية باتجاه قرية فينيفكا، تقدم بعمق 260 مترا على امتداد 985 مترا استطاعت القوات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون وتواصل عملياتها باتجاه الخط الدفاع الثالث وباتجاه الكرة الواقعة هنا في الخط الدفاع الثاني هذه الكرة تحديدا عمليات مستمرة على كامل هذا الخط الاشتباك ضغط روسي كبير تحاول من خلاله القوات الروسية السيطرة على هذه البلدات والوصول الى الخط الدفاعي الثالث كما تلاحظون في هذه الاتجاهات ولكن القوات الاوكرانيه ما زالت حتى لحظه صامده في هذه المنطقه الا ان القوات الروسيه تقترب منها شيئا فشيئا وتحاول قدر الامكان القيام بعملية قدم لهذه المناطق حتى تتراكم هذه المساحه وبالتالي تسيطر عليها بشكل كبير، اما فيما يتعلق باتجاه بروديفكا هناك معارك ايضا في شمال المنطقه هنا تحاول القوات الروسيه التقدم بين اومانسكي غربي أومانسكي وشمال ياسنبروديفكا أيضا في الجهة الجنوبية من ياسنبروديفكا هناك محاولات للقوات الروسية للتقدم على طول هذه المنطقة ضغط روسي متواصل بشكل مكثف في هذه الاتجاهات فيما يتعلق بالاتجاه الجنوبي قليلا نتحدث عن نيفيرسكوي هناك معلومات أن القوات الروسية بدأت دخول النصف الآخر من نيفيرسكوي هناك معارك عنيفة في هذا الاتجاه ولكن ننتظر مع الوقت إلى أين ستؤول الأمور كيف ستكون النتائج لربما مساء او بعد ايام، فيما يتعلق باتجاه كراسنوريفكا المعارك مستمره، ضغط روسي متواصل، الا انه لم يكن هناك اي تغييرات في خريطه السيطره، ننتظر كيف ستتصرف القوات الاوكرانيه خاصه بعد عمليات التطويق الروسيه والتقدم الروسية في هذا الاتجاه ومحاولات التطويق في هذه المنطقه للمجموعات الاوكرانيه، لذلك هل ستنسحب المجموعات الاوكرانيه من هذه المنطقه ام انها ستواصل ارسال الامداد والسلاح؟ والقتال والحفاظ على كل مبنى حتى آخر لحظة أيضا إضافة إلى كل ذلك أحبائي فيما يتعلق شمالا باتجاه توراتس تتواصل الاشتباكات بشكل كبير طبعا ذكرت لكم أن القوات الروسية أعلنت أنه تم استخدام حفر نفق والخروج خلف معاقل الجيش الأوكراني قيل أن المنطقة هي هذه المنطقة ولكن ننتظر مزيدا من التأكيدات ولكن حتى ذاك الحين تستمر المواجهات على كامل خط الاشتباك بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية في هذه المنطقة الأمر الإضافي الآخر أن القوات الروسية تسعى للضغط على هذا المحور بوقت متزامن بضغط على اتجاه أفديفكا واتجاه شازيفيار لاحظتم حجم التقدم الروسي في الأونة الأخيرة في اتجاه شازيفيار هنا وفي اتجاه أفدييفكا وفي اتجاه قطاع توريتسكو وبالتالي القوات الروسية تحاول إنهاك المجموعات الأوكرانية زيادة وتيرة الضغط والعمليات العسكرية في كامل هذه القطاعات فكامل هذا القطاع مترابط بين من جنوب دانياسك وصولا الى كريمينا وصولا الى كوبيانسك، كامل هذا القطاع متماسك ومترابط لان القيادات العسكرية حين تنظر الى الجبهة تنظر اليها على انه لديها قوة واحدة ويجري توزيعه على كافة هذه المحاور وهذا ما شرحناه في وقت سابق كيف ان القوات الروسية استفادت من نقل قوات من جبهات عديدة باتجاه خاركيف حتى تتقدم في اتجاه شازيفيار افديفكا وغيرها في اتجاه شازيفيار تحاول القوات الاوكرانية الصمود في المربع الاخير الذي تبقى لها في الضاحية الشرقية في شازيفيار تحاول قدر الامكان ان تنقطع عنها الإمدادات الا ان القوات الروسية استطاعت التقدم والسيطرة على كامل هذه المنطقة تلاحظون كيف هي المناطق منفصلة لاحظوا السيطرة الروسية كيف كانت عبر ايام الماضية منطقة تلو الأخرى كان يتم السيطرة عليها حتى سيطرت القوات الروسية بالأمس على هذه المنطقة وبالتالي ضغط روسي متواصل شيئا فشيئا تتقدم القوات الروسية وتسيطر أما في الجهة الشمالية في اتجاه محور طبعا زفاتوفو فسيطرت القوات الروسية في اتجاه سفاتوفو كريمينا على هذه المنطقة تقدمت باتجاه مكييفكا بعمق كيلومتر ونصف تقريبا بعرض 722 مترا وأيضا على هذه المساحة بعمق 204 أمتار وبعرض 784 مترا القوات الروسية سيطرت على كامل هذه المنطقة باللون الزهري وتواصل عملية الاشتباك مع الوحدات الأوكرانية في اتجاه المنطقة هنا كذلك تتواصل المعارك باتجاه ستيرماخيفكا حيث تحاول القوات الروسية توسيع سيطرتها والدخول في هذه الاتجاهات أما فيما يتعلق باتجاه خاركيف فالمعلومات تقول أن القوات الأوكرانية بعد حجدها بالأمس لعدد كبير من القوات باتجاه المنطقة هنا استعدادا للهجوم باتجاه البوكي ونفذت عدة هجمات إلا أنها تتمكن من إحراز أي تقدم في هذه الاتجاهات فيما يتعلق في اتجاه فوفشانسك تستمر المعارك تستمر آه الاشتباكات ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة أيضا تحدث زيلينسكي أن القنابل يتم استخدامها من قبل القوات الروسية لا يمكن لأنظمة الدفاع الجوي آه التي تم تقديمها لأوكرانيا التصدي لها وبالتالي هم أمام مشكلة جديدة إضافية أحبائي هذا كان كل شيء حتى ساعات الصباح أي جديد سوفيكم به لاحقا لا تنسوا الانضمام إلى القناة لا تنسوا مشاركة الفيديو على أوسع نطاق لينتشر هذا المحتوى مع أصدقائكم وأقربائكم إضافة إلى طيب أريد أن أشكركم على كامل محبتكم وثقتكم ووقتكم الثمين لمشاهدة الفيديوهات وإلى اللقاء بفيديو آخر